السؤال اللي جاي ده هسأله لك، يعني لما كان نجيب ساويرس مع محمود طارق قال لك الحقوا النادي الاهلي بيتباع، يا ريت النادي الاهلي اتباع ونادي الزمالك اتباع، وانا كنت بنادي ده من زمان من سنين طويله لحاجات كتيره جدا دون من غير ما اتكلم فيها تاني. يعني ده هيفيد الكره المصريه وهيفيد الاحتراف وهيفيد الصرف انك تبقى عارف بتحط فلوسك فين. يا جماعه هو النادي الاهلي والزمالك يعني مع طبعا يعني مع كامل الاحترام والتقدير، هل هم احسن يعني من نادي ارسنال واحسن من مانشستر واحسن من ليفربول واحسن من الانديه دي؟ اكيد مش احسن منهم. وريال مدريد وبرشلونه وبايرن ميونخ كل الانديه بكل الانديه في العالم اكيد اكيد يعني احنا مش اذكى منهم في الكوره علشان احنا نحتفظ بحاجات معينه هم نفسهم تخلوا عنها من زمان. شايف النهارده الصفقات والارقام اللي بيدفعها نادي مانشستر يونايتد والانديه الاجنبيه او الانجليزيه في الارقام في الصفقات وبتخرج في الاخر كسبانه. هو عندهم قانون. بقى نيجي بقى للقانون. ايوه حته القانون انت ازاي تحكم ده؟ يعني النهارده في استثمار بمليار جنيه في نادي بيراميدز، تمام؟ انا كواحد صحفي او كواحد متابع او مشجع انا اهلا وسهلا ان حد يجي يشتري بمليار ويصرف مليار، بس هل عندي القانون زي اللي موجود قانون اللعب المالي النظيف زي اللي موجود في اوروبا اللي يجبره عشان اضمن ان التجربه دي سواء بيراميدز او غيرها بقى ما فيهاش غسيل اموال، ما فيهاش فساد، ما فيهاش تخطي للقوانين، ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش، ما انا برضو دوله وانا ليا حق كمواطن ان ما يحصلش شيء مخالف للقانون والعرف في بلدي.